طبعا النادي كبير، من حق كل واحد فينا كأهلاوي ان هو بالفعل يفخر بناديه وبمجلس ادارته وبلاعبته وبجهازه الفني اللي الحقيقه اسعدونا كتير جدا. يكفي ان هم حققوا الثلاثيه وان شاء الله باذن الرحمن يعني يفرحونا بكره باذن الرحمن بميداليه في مباراه الغد امام بالميراس البرازيلي. انا بتفق معاك، من حق كل اهلاوي ان هو يفخر بناديه وباللاعبين وبالجهاز الفني بعد مباراه قويه امام ابطال العالم اوروبا بايرن ميونخ زي ما قلنا. واكبر دليل على كده تصريحات نجوم الكره العالميين بشان النادي الاهلي. يمكن دي مش بس او مش ده بس الدليل، احنا بقالنا من امبارح كمان واول امبارح وعلى مدار اليوم كله قناه الاهلي بتقول لحضراتكم اللي بيتقال، مش عشان نثبت حاجه ولكن احنا بننقل لحضراتكم اللي بيتقال عن الاهلي عالميا. خلينا نروح لمثال كده زي ما انا كنت بتكلم، النجم البرازيلي الكبير كاكا اللي قال في حديثه بمؤتمر الاساطير اللي عقده فيفا ان تواجد الاهلي في كاس العالم للانديه جاء عن جداره كونه متوجا بطلا لدوري ابطال افريقيا. وفي كمان خوليو سيزر حارس منتخب البرازيل السابق اللي كان ليه تصريح لا يقل بصراحه احتراما واهميه، اللي اكد ان فريق الاهلي متواجد في البطوله عن جداره واستحقاق لانه فاز بدوري ابطال افريقيا وراينا كيف لعب امام فريق بايرن ميونخ بدون رهبه ودافع عن حظوظه بقوه. اهو ده بياكد مره ثانيه وثالثه ومليون ان الاهلي الحقيقه دايما مشرفنا ودايما فرحنا. احنا كلنا عندنا ثقه في الجهاز الفني وفي اللاعبين ان هم ان شاء الله هيقدموا لنا مباراه قويه امام بالميراس البرازيلي. فريق قوي مفيش شك في هذا الكلام، وبطبيعه الحال عنده نفس الطموح في الحصول على ميداليه، هو كمان بينافس على المركز الثالث والرابع. وبكره ان شاء الله انا متوقع ان احنا ان شاء الله يعني نسعد بمتابعه مباراه قويه وحقيقيه في كره القدم، ونتمنى طبعا ان تكون النهايه سعيده بالنسبه لنا كاهلاويه ويكرر الاهلي سيناريو 2006 ويعود بميداليه برونزيه ليكون اول فريق افريقي يتوج بالمركز الثالث في المونديال مرتين.